عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبصحه وسلام. النهارده معايا قرايه فنجان برج الجدي. انا عندي حماس كبير جدا علشان خاطر انا شايفه الجدي حياته متلخبطه وفي ناس طلبتها مني كتير، واحنا عملنا جميع الابراج، والنهارده معايا برج الجدي، فاضل الحوت والدلو. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد، وكمان تعملوا مشاركه للفيديو علشان خاطر في ناس كتيره جدا تفرح وفي ناس كتيره تسمع الفيديو وتقول رأيها. هنقول بسم الله دلوقتي، وما تنسوش يا جماعة تكملوا الفيديو للآخر علشان خاطر آخر الفيديو بنقول رسالة البرج. هنقول بسم الله دلوقتي. أول حاجة برج الجدي تعبان، ممكن يكون تعبان صحيا، تعبان نفسيا، تعبان في حياته. برج الجدي تعبان، برج الجدي من الشخصيات اللي هو بيسعى علشان يحقق حلمه، علشان يجيب فلوس وعلشان يحقق احلامه بيتعب جدا جدا. بس انا شايفه برج الجدي دايما عنده مشاكل في البيت، وشايفه ان هو عاطفيا كمان مفيش راحه عنده. بعض برج الجدي عندهم مشاكل بين الزوجين وبسبب التدخل اللي بينهم، التدخل رأي اخرين تانية بينهم، دول الناس المتجوزة. اما الناس العزاب فانا شايفة ان عندهم، بعض برج الجدي عندهم فرحة، عندهم خطوبة، عندهم رجوع حبيب، عندهم حاجة حلوة جدا، دي للناس العزبة. اما الناس المتجوزة فانا شايفة دايما عندهم في مشاكل، مفيش تفاهم بينهم وما بين الشريك. انت مشكلتك يا برج الجدي ان انت سريع الانفعال، متسرع، عايش في دوامة، اللي على قلبك على لسانك، ما بتعرفش تخبي، ما بتعرفش تخبي حاجة ابدا، مهما الناس تنصحك ومهما يقولولك ومهما يحاولوا يتكلموا معاك انت برضو ما تعرفش تخبي معلومات. اي حاجة عايز تعملها بتحب تحكيها، اي حاجة عايز تحققها دايما بتحكيها، وده بيسبب لك بعض المشاكل وبعض الحسد وبعض الغيرة من الناس اللي انت بتحكي لهم، اللي انت فاكرهم ناس كويسة بس هم اعدائك. فانت بلاش تحكي اي حاجة عايز تعملها، اكتمها، بلاش الحكي، بلاش انت تقول انا هعمل وهعمل وهعمل، بلاش. بعض برج الجدي عايزين يغيروا المكان، في منهم عايز يشتري مكان، عايز يشتري بيت، عايز يشتري حاجة معينة، عربية، يشتري حاجة، فهم بيسعوا علشان يشتروا الحاجة اللي هم عايزينها. شايفة انه بعض برج الجدي عندهم انتظار مولود جديد، عندهم فرحة في البيت بسبب ولادة طفل جديد، في ممكن تكوني مستنية حمل، مستنية انت حامل ومستنية مولود جديد ان شاء الله بإذن الله. شايفة بعض برج الجدي مقدمين على شغل او عايزين بيدوروا على شغل، فعندكم توقيع ورق ان شاء الله بإذن الله، ممكن تكون توقيع الورق ده في الخير. وعندكم كمان دخول محكمة برأي عام، يعني عندكم جواز، عندكم سفر. بعض برج الجدي بيبحثوا او بيسعوا علشان خاطر بيسافروا برا او مقدمين على سفر، فانا شايفة ان عندكم خبر حلو يخص التوقيع ويخص الشغل، او هيتعرض عليكم شغل جديد بحال افضل. شايفة ان انتوا كنتوا بتعانوا من ضيق مادي الفترة اللي فاتت، بس انا شايفة ان عندكم انفراجات علشان انتوا ماشيين في طريق، فعندك زيادة في الأموال وعندك أخبار حلوة، عندك خبر حلو جدا هيفرحك ويغير حياتك يا برج الجدي. أنت زعلت شخص أو زعلت حد قريب على قلبك وبتحاول تسعى علشان ترجعه تاني أو ترجعها تاني. شايفة أنه أن أنت من النوع اللي هو بتخطط وخططك دقيقة جدا، مع العلم أنت متسرع جدا، بس شايفة عندك لقاء مع حد مهم جدا، أنت نفسك أن أنت يكون بينكم ما بين بعض لقاء. شايفة برج الجدي، بعض برج الجدي زعلانين ومهمومين من الحال اللي هم فيه، ساعات تصرفاتك خاطئة وساعات بتزعل ناس بكلامك انت مش قصدك. انت مشكلتك يا برج الجدي طيب جدا واللي على قلبك على لسانك ودبش جدا في الكلام، وده بيزعل بعض الناس منك اللي هم بيحبوك والمقربين منك. انت دايما في دوامة يا برج الجدي، دايما بتحط نفسك في دوامة او في مشاكل، دايما بتحاول ان انت تصلح مواقفك، بس انت بتخطأ، ساعات بتخطأ، عندك كلام حواليك، عندك
كلام عليك، عندك كلام على بيتك، شايفة انه في حد مريض عندك يا برج الجدي وانت زعلت عليه، بس انا شايفة ان شاء الله بإذن الله هيكون عندكم الشفاء. بعض برج الجدي عندهم تعب صحي بسبب نفسيتهم وبسبب الافعال اللي هي بتحصل او اللي بيتحطوا فيه، دايما بيحسوا نفسهم ان هم تعبانين وحياتهم متدمرة وواقفة. بس انا شايف عندك تطورات جميلة، عندك اخبار حلوة، عندك زيادة اموال قريب ان شاء الله بإذن الله. ايه يا برج الجدي الحاجة اللي خسرتها وندمان عليها؟ في حاجة انت فقدتها، فقدت شخص، فقدت مولود، فقدت حاجة انت فقدتها، او اتعرضت لسرقة. برج الجدي تعرضت لسرقة، فقدت حاجة انت زعلت عليها من فترة كبيرة. ايه الحاجة اللي انت فقدتها وزعلت عليها او ندمان ان انت فقدتها؟ بس انا شايفة ان انت فقدتها بغصب عنك مش بارادتك، يعني كان ممكن برج الجدي انت بتحب حد او ما حصلش نصيب وافترقته بس ما كنتش انت السبب. حصل عندك حاجة انت ندمان عليها، انت قاعد وحزين وندمان على الحاجة اللي راحت منك، ايه هي؟ الله اعلم. في ضغط عليك جدا يا برج الجدي، انت مضغوط من ناحية لا يعلم الا الله، ودايما بتشكي همك لربنا. عندك واحدة ست، لو راجل او فتاة عندك واحدة ست زي العقربة بالظبط، يطابق عليها الحية. الست دي لو انت راجل فهي بتحوم حواليك علشان خاطر تخليك تخسر حياتك علشان هي لمصلحتها، ولو كنت انت فتاة برضو عندك نفس الحال، عندك واحدة ست بتحاول تدمر لك حياتك، بتحاول توقع لك فخ، بتحاول تكسرك. بعض برج الجدي عندهم واحدة ست في حياتهم، ممكن يكونوا هم عارفينها بس هي بتحاول تدمر حياتكم. انتم ما عندكمش راحة بال خالص يا برج الجدي الفترة دي، وكمان في شهر اكتوبر اللي احنا فيه شايفة ان انتم ما عندكمش راحة خالص، بس بتحاولوا تهربوا من الموقع اللي انتوا فيه، وبتبحثوا على تغيير مكان، على شراء حاجة انتوا نفسكم فيها، ودايما بتسعوا علشان تحققوها. بعد فترة معينة مش كتير، هتدخل في مشروع حلو جدا انت كنت بتحلم بيه، مشروع حلو جدا كنت تحلموا بيه، وفي عرض هيتقدم لكم من واحدة ست او من فتاة، هي الرزق او الطريق ده هيجيلكم من حد، من انثى هتساعدكم، هتمدلكم ايدكم المساعدة، والاحسن ليكم تقبلوا وبلاش ترفضوا بسبب قراراتكم المتسرعة والخاطئة في وقت معينة. احذر من فخ يا برج الجدي بيحاولوا يعني انت يوقعوك فيه. بعض برج الجدي بيحلموا احلام مش كويسة، والاحلام دايما بيقولوا احنا بنحلم احلام مزعجة، احنا بنحلم احلام مش كويسة. بعض برج الجدي بيعانوا من ضيق، في حقيقة عندك هتكشفها. بعض برج الجدي في حقيقة عندكم هتكشفوها، انتوا بتدوروا عليها، في حقيقة انتوا بتدوروا عليها، انا شايفة ان انتوا هتكشفوها بسبب الشمعة المنورة في فنجانكم، دي حقيقة انتوا بتبحثوا عنها او حاجة. عندكم عدو داخل طالع في بيتكم يا برج الجدي، وبياكل معاكم وبيطلع برا يتكلم عليكم. برج الجدي عندكم عدو بياكل ويشرب معاكم ويطلع برا يتكلم عليكم، وانتوا عارفينه بس مش متأكدين منه يا برج الجدي. شايفة كمان يا برج الجدي ان انت روحك حلوة، روحك انت جميلة جدا، بس انا مش عارفة اجيبها لك ازاي. يا برج الجدي حاول ان انت ما تخسرش حد قريب منك الفترة اللي جاية، عندك خسارة حد قريب منك الفترة اللي جاية، احذر وخلي بالك.
انت دايما بتبحث عن العاطفة وعن تطورات بينك وما بين الزوجة او الزوج او كذلك الامر، دايما بتبحث عن الاستقرار يا برج الجدي، بس انا شايفة ان انت مش لاقيه. بس بعد برج الجدي اللي هم مش متجوزين عندكم علاقات حلوة، عندكم تطورات جميلة ان شاء الله باذن الله. اما للناس المتجوزة فانا شايفة دايما عندكم في مشاكل. عندك قرار مهم جدا متعلق بحاجات مهمة الفترة اللي جاية. عندك موضوع شغلك يا برج الجدي، عندك موضوع شغلك وبتحاول ان انت تفرطه قدام عينيك وتطلع النقط اللي فيه الخاطئة والنقط اللي فيه الصح علشان تصلحها، وكمان بتحاول ان انت تجمع الموضوع علشان تمشي عليه بدماغك وبطريقتك الخاصة. انت ما بتسمعش لحد يا برج الجدي، واللي في دماغك بتنفذه على طول، ومهما الناس يقولولك ومهما تاخد رأي الاخرين دايما بترجع لرأيك ولكلامك. انت شخصية لطيفة جدا وطيبة جدا يا برج الجدي، بس زي ما قلتلك انت متسرع في كلامك وفي افعالك ورد فعلك، وساعات ده بيجي فوق دماغك. ان شاء الله باذن الله بسبب المولود اللي هو جاي على وجه الارض عندكم هيجيب لكم السعاده ويجيب لكم الفرح وهيجيب لكم خبر حلو جدا انتوا كنتوا منتظرينه. عندك توقيت احداث انت يا برج الجدي اللي بتحسه بيحصل، برج الجدي اللي بيحسه بيحصل، يعني لو قاعد بتقول يا هل ترى انا ممكن كذا بتحصل. صحيا انت بتعاني من شويه تعب، بس ان شاء الله باذن الله عندك مع الوقت عندك صحة حلوة جدا وعندك انفراجات، وانا شايفة قراية فنجانك. وكمان عندك حاجة مهمة جدا يا برج الجدي، عندك بشرة خير جاية ان شاء الله باذن الله بتحقيق حلم من احلامك، بتحقيق حلم من احلامك يا برج الجدي. فنجانك كله يا برج الجدي بتقول على الخير وعلى البشرات الحلوة، بس احذر من اعداء، احذر من خيانة، احذر من غدر، احذر من ناس بتاكل وتشرب في بيتكم يا برج الجدي وانتوا شايفينها ملايكة او شاكين فيها بس مش متأكدين. فانا عندكم شايفة ان عندكم تطورات جميلة، عندكم اخبار حلوة، عندكم شغل جديد، تعيين جديد، عندكم سفر، عندكم خطوبة فرحة، وكمان الناس المتجوزة فانا شايفة عاطفيا هم مش مرتاحين. دلوقتي مع بعض هنشوف رسالة برج الجدي بتقول ايه. شوف رسالة البرج بتقول ايه. رسالة برجك يا برج الجدي بتقول في العجلة الندامة وفي التهني السلامة، بلاش سوء الظن يا برج الجدي، بلاش التهور والتسرع يا برج الجدي. رسالتك بتقول في العجلة الندامة وفي التهني السلامة، يعني بلاش سوء الظن، بلاش التهور والتسرع. عندك حاجة لا تطابق مع اي حاجة، عندك ان انت متسرع جدا، ان انت متهور. يا رب تكونوا استفدتوا من القراءة يا برج الجدي، ويا رب يعجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد، وكل شهر عندنا توقعات جميلة ان شاء الله باذن الله.